بأكد أكثر من طرف أن حزب الله رح يخرج أقوى مما كان من الأزمة الراهنة، على عكس ما يراهن عليه البعض بالداخل والخارج. بدأت جهات سياسية عدة سياسة تدريجية للتنصل من علاقتها المعروفة برياض سلامة بعد المعلومات المتداولة عن تعرضه لعقوبات أمريكية. بتراهن أوساط فرنجية على تأمين القوات لنصاب انتخابه بضوء أخضر خليجي بلحظة معينة، حتى ولو ظل التيار الوطني الحر على معارضته لانتخاب رئيس المرده.